السلام، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه وفي اطار تتبع ديال الملف ديال القضيه ديال حمزه مون بيبي، اخر المستجدات هي ان عائشه عياش اعترفت على سيمون بالبشير ولا الملقب بسيمون، اعترفت وقالت باللي هو من الاشخاص اللي كيحلوا الحساب ديال حمزه مون بيبي. هذا لا يعني انه هو الوحيد ولا هو الوحيد من الحساب ديال حمزه مون بيبي، لا، الحساب ديال حمزه مون بيبي. وحنا الاولين اللي تطرقنا لهذا الموضوع ديال حمزه مون بيبي قبل الصحافه، قبل اي واحد، والناس اللي متبعين هذه 15 مليون اللي كانوا متبعين الحساب ديال حمزه مون بيبي عارفين باللي ماشي غير واحد اللي كان كيحل الحساب ديال حمزه مون بيبي، كانوا بزاف ديال الاشخاص. مهم، دابا عائشه عياش اعترفت بسيمونه ولا المسمى سيمونه ولا سيمو البشير، اعترفت باللي هو مسير ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي. وكيقولوا باللي فاش سولوها شكون اللي كان كيحل الحساب ديال حمزه مون بيبي وكاين التحقيقات دغنيغمون، قالت عيشه عياش باللي هو سيمو بالبشير وباللي هي محلش الحساب. هذا لا يعني اخواني اخواتي المشاهدين باللي هو الوحيد من الحساب ديال حمزه مون بيبي، وحنا كنتيقوا في الشرطه القضائيه اللي غادا توصل وغادا تعرف شكون هما هاد الناس اللي كانوا كيحلوا الحساب ديال حمزه مون بيبي الاوفيسيال ولا الادمين ديال حمزه مون بيبي. راهما بزاف ديال الناس، ومنهم نتوما سمعتوا لي زوديو، الناس اللي متبعين معايا من الاول ديال القناه سمعتوا لي زوديو ديال عدنان الساكن، سمعتوا لي زوديو. دابا واحد كيتبد واحد، انا كنظن باللي عايشه اعترفت على سيمون البشير باسكو بعيد، باسكو مازال ما عارفينش اشنو تيدور عند الشرطه القضائيه، ما عارفينش على من اعترفت. مي باش يجي يقول لي شي واحد باللي سيمون البشير هو الوحيد اللي كان عنده الحساب ديال حمزه مون بيبي، هذا لا يعني هذا الكلام بزاف ديال الناس وبزاف ديال المغاربه عارفينه. انا ما كنتهمش شي واحد بشخص معين ولا شي حاجه، لا، ولكن هذا الكلام حنا كاملين عارفينه، الناس كاملين متبعين الحساب ديال حمزه مون بيبي. وغنطرق لواحد النقاط مهمه في هذه الحلقه، عفاكم الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا اشنا هي النقاط اللي غادي نطرق ليها. سيمون بالبشير كنا عارفين شي كيما دابا، كنا عارفين باللي ماشي هو بوحدو، وكنا عارفين باللي هو احد المسيرين ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي، لدرجة البغض ولا الكره اللي كيكونوا مريم سعيد. ومريم سعيد كانت احد ضحايا الحساب ديال حمزه مون بيبي، كانت وحده من ضحايا ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي، واللي كان هو ما تيحملهاش، وتا المغنيه المشهوره تاع هي ما عندها معها شي كما تنقولوا حنا المغاربه شي بلانات ما تتحملهاش. المهم هذا ما بغيت نوجه التهمه حتى شي واحد، المهم نتوما كيقولوا لي فرج من فرج جماله، وانا ما غدوزش على الشرطه القضائيه. الوغ مريم سعيد شفناها شحال تشوهت، والنقطه اللي بغيت نشار ليها عاوتاني في هذه الحلقه واللي ضروري خاصني نقولها، ان اول شخص كان اعلن على ان سعد المجرد تشد هو سيمو بالبشير. سعد المجرد فاش كان عنده هذاك النهار هذاك الكونسير في الاولمبياد في فرنسا، كانوا راكنين السياره في الجانب وكيتسناو ان سعد المجرد، بحال كانوا عارفينو غادي يتشد، كيتسناو ان سعد المجرد يجي باش ياخذوا لي فوتو باش يوثقوا اللحظه ديال انه تشد باش يجيو يشوفوا في الحساب ديال حمزه مون بيبي. ولا شفتوا هذاك المرايه ديال لافواتور، كانت تصورت فيها واحد الجبهه ديال شي واحد، وانتم عارفين ديك الجبهه ديال من بلا ما نبدا نهضر. المهم انا كنشير النقط لهذه، وكنطالب ان كاع اليوتيوبر يعاودوا يرجعوا يشيروا لهذه النقطه المهمه. وكنت درت واحد الفيديو عطيت فيه جميع الادله اللي خلاوني انني نشك في سيمو بالبشير اللي هو مسير ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي، وباللي هو اللي دار المكيده اشك. وهذا الشيء اللي غادا تاكدوا ولا تنفيه الفرقه الوطنيه ولا الشرطه ولا القضاء المغربي. الفيديو غنخلي لكم في شيء هنايا، الناس اللي ما شافوهاش رجعوا شوفوها. الوغ سيمو بالبشير واحد من مسيرين ديال الحساب ديال حمزه مون بيبي، هذا لا يعني ان سوف تتم تبرئة المتهمين الآخرين دون ذكر الأسماء، أنتم عارفين على من كنهضر. هذا لا يعني أن عيشة عياش ما كانش كتحل الحساب ديال حمزة مون بيبي، هذا لا يعني أن أنتم عارفين شكون اللي كان كيستافد من ذاك الحساب ديال حمزة مون بيبي، وشكون هما الأعداء ديال من اللي كانوا كيتهاجموا في الحساب ديال حمزة مون بيبي. وسيمو بالبشير نايضة من دي جي في من الرباط ولا من كازا طنجة، دابا غيولي
يعني من هوليود المطار محمد الخامس، ثم عارفين مع من دار الانترفيو ومع من كان كيهضر وفي من كانوا كيعيروا وشكون اللي كان كيقول البقرة لسعيدة الشرف وشكون اللي كتب في ستوري ديالو اللي ديجا بارطاجيته معاكم في هنايا باللي غنقولها كمسا باللي دنيا بطمتها هي كانت كتقول البقرة وكانت كتعني بها سعيدة الشرف. انا كنقولها حتى حيت فاش نهار فاش دارت سعيدة الشرف الانترفيو مع شوف تي في خرجت المغنية المعروفة كتبت في ستوري في انستغرام هذيك البقرة اللي جا معاكم نتوما وشوف تي في وهذي على من كتعني حنا ماشي دراري صغار وهذيك الستوري ديال وايا عرجته الا قدر نخلي لكم هذاك الشيء هنايا في المونتاج راه نخليه لكم. غير حاجه واحده اللي كنأكد عليها وتنقولها هذا الشيء ما غاديش الناس كاملين اللي عارفين الحساب ديال حمزة مبيبي ومتبعينه من الاول عارفين باللي ما كاينش واحد اللي كيحل الحساب، هما مجموعه من الاشخاص ومجموعه ديال الناس ما كيبغيوش السلطانه هما تما تيحلوا الحساب ديال حمزة مبيبي، ما كانوش كيبغيو مريم سعيد اللي عنده شي اعداء في شي حاجه كيقول باللي راه كيحطوا في هذاك الحساب وتيشوهو وكيقولوا باللي دابا باللي سيمو بشير هو اللي كان كيحل لدرجة ان هو كان كيقول فلان فرتلان هادشي اشار له الاخ عادل بيوي في الفيديو ديالو هو اللي كيهضر بهذه الكلمه. احنا كاملين عارفين زعما ما غاديش يخفى علينا هادشي باللي واش هو الوحيد اللي تيحل. دابا ننتظروا باللي المذكرة ديال البحث الدولي ولا الانتربول غادي يخرجوا يجيبوا داك سيمو بشير ولا معذبني ولا ما عرفت شنو تعيطوا ليه غادي يجيبوه وشوفوا حتى هو شنو غادي يقولوا. ومازال التحقيقات جارية مع المسمات عائشة عياش صافي ماشي دابا قالت ماشي انا صافي راه غادي نطلق راه نمشي نو كيقولوا مصادر باللي عائشة عياش البارح الام ديالها فين تجمعوا عندها في الدار وكتقول باللي عايشة عياش ماشي هي المستفيد من داك الحساب ديال حمزة مبيبي وباللي عايشة عياش هي تبعت فقط الشهرة وانتم عارفين شكون هو كانت متابعة عايشة عياش وكانت صديقة من وعارفين حنا كاملين عارفين والشرطه القضائيه ما غاديش تدوز عليها غادي يكونوا كاملين عارفين بالابحاث اللي تيديروا ولا الخبره التقنيه اللي تيديروها في الفيديو في الفيديو اللي خرجوا ايفيكتيفمون وفي السمارتفون ديالهم. حنا مازال غادي نشوفوا مازال عطيطي ومازال واحد غادي يطيح واحد ولا كاع بغاو يسبيو هذا الشيء كامل سيمونا بوحدو. انا ما كنقولش بلي سيمونا مظلوم هو معاهم وكان بان ديغنيغمون عجبو الحال بزاف فاش تشوهت هادشي باينه فاش تشوهت مريم سعيد راه تشوفوا الدرجه ديال الكره اللي كان كي يمكنها لهاد الشخص ديال مريم سعيد نتوما لاحظتوها في لي زانترفيو دياله والدرجه ديال الكره اللي كنقولها وتنعاود نعاود نقولها الكره اللي كيمكنوا سعد المجرد وانا اشك انه هو اللي دار ليه داكشي ديال القضيه اللي عنده دابا شي اشك فيه. ولكن حاجه وحده اللي متاكده منها 100% هي ان الحساب ديال حمزه مبيبي ما كانش غير واحد اللي تيحلو كانوا بزاف الناس وحنا مازال غادي يطيح واحد بالواحد. هذا لا يعني تبرئه الاخرين هذا لا يعني ان الاخرين مساكن مظلومين ولا بارئين هذا لا يعني بزاف الحاجات. هذه كلام وقالتو عائشه عياز ومازال غتجبد ومازال غتقول حنا ما مطلعينش على داكشي اللي تتقولوا عايش ما مطلعينش عليه كامل ما مطلعينش على شنو لي كونفرساسيون اللي تيدوروا بيناتهم هي والفرقه الوطني ما مطلعينش على بزاف الحاجات. هادشي اعلاناتو دابا شفتي وحنا راه كنا عارفينو من شحال هادي بالله سيمو سعيد. ولكن فرحانين كمام حيت دابا بدات دابا كما قلت لكم غتخرج مذكرات البحث الدولية باش يجيبوا هاد الاخ بدات كنتمنى بالخصوص الا كان باقي ما خداش الجنسية الامريكية ولا مشي تا هو يهرب ولا شي وكاع الاتباع تاعو منهم داك المراسل الصحفي اللي تصور معاه وكانوا هما الاعداء ديال بزاف الناس ومنهم كانوا على تحفه ماشي غادي يجي وغادي يهضر عليها هكاك من هذاك من زعما من فراغ ولا الناس المغاربه غادي يعرفوا شكون هما المسيرين ديال الحساب ولا الشاكين ولا عارفين فاش خلات واحد السيده كان دايرين معها سي جواب حدا المحكمه قالت على دري صغير تسولوا في المغرب دابا ديغنيغمون تقول لي شكون هو الحساب ديال حمزه مبيبي راه شوف باش غادي يجاوبك. كنشكروا الفرقه الوطنيه على الخدمه ديالها ومازال غادي تجي ومازال ما غاديش تدوز عليهم راه هي دابا عائشه عياش في كاونش في تو خلوها انها تقول هذاك الشيء كامل اللي عندها ومازال حنا ما عارفينش كلشي شفتي بير ما عارفاش كلشي هذاك الشيء مازال غادي في سريه
وحنا كاملين عارفين هادشي، زعما ما نخزنوش باللي ماشي سيمو بالبشير ولا عيشة عياش هما المستفيدين الوحيدين من الحساب ديال حمزة مون بيبي. نتوما عارفين علاش كنهضر، الشعب المغربي عارفني علاش كنهضر، كل واحد متبع الحساب ديال حمزة مون بيبي عارفني علاش كنهضر، وعارف بلي الحساب ديال حمزة مون بيبي ما تيحلوش غير واحد. غادي مازال غادي نتكلموا في هاد الشيء، مازال مازال متبعين الملف، ومازال حتى يطيحوا كاملين اللي كانوا مسيري الحساب. الام ديال عائشه عياش كتقولوا كيقولوا باللي قالت لبنتها ما غتخليش بنتها تطيح بوحدها، بنتها كانت تابعه غير الشهره. وانتم عارفين شكون اللي شهر عائشه عياش ووراها الخليج ودار ليها الاشهار بزاف، هي المغنيه المعروفه مازال عطيطي. ومازال كنتمنى اي واحد ظالم في هذاك الحساب ياخذ المجرى ديالو. اي بنت تباعت ولا تشرات ولا تشوهت ولا شوهوا السرعه السمعه ديال مراكش ديال المغرب ديال مريم سعيد اللي كانت مريم سعيد. دابا فاش كنقولوا شوهوا السمعه ديال المغرب ولا بنات المغرب، بزاف ديال الناس كانوا كيتفرجوا في هذاك البرنامج اللي كان في الام بي سي، مع ان العلم ان الام بي سي واحد القناه اللي عربيه كيتفرجوا فيها بزاف من الدول العربيه. فاش غادي يسولوا فينا هي سميره مريم سعيد وغادي يخرجوا داك التصاور ديالها، غادي يقولوا باللي هذه مغربيه تتفعل وتترك، وهما الناس من المغرب اشنو داروا على هذا؟ ما كيتسماش ماشي غير تشويه السمعه ديال مريم سعيد، راه تشويه السمعه ديالنا حنا كاملين بصفتنا نساء ولا بصفتنا الشعب المغربي. الوغ هذا هو اللي معدي ما نقول لكم في هذا الفيديو. كنتمنى ان مازال العاطي ومازال حنا كنثقوا في الشرطه القضائيه مازال غتجبد لينا راس براس. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، تسناو لا فيديو واحد اخر انا صورتها مازال غنحطها لكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم، باي باي.